بالنسبة للنبات هو اللي هيحصل عنه الأول. ما هو كده بقى؟ الكلام ده كله احنا خدناه الأسبوع اللي فات مع
الكود المصري كده، لكن الكود المصري كده، اللي عمل الحته دي في الكود قلقان بالفكره بتاعت
مرة صغيرة قوي يبقى المحور ده مش هيتكسر في النقل، ده هيتكسر فين بقى؟ في الايه؟ تمام؟ يبقى المحور عشان عليه كومبريشن يتكسر في النقل لازم يكون سلندر، لازم يكون المحور رفيع وطويل، النقل بتاعته الى حد ما كبير. طيب احنا عملنا ايه بقى؟ كل المصري عمل ايه؟ قال لك خلاص انا عشان ما اعرفش عمل ارمني هاخد عند ليه عند نقل ليه وده نقل ليه، هو اختار ليه؟ وهعمل ترانزيشن كيرف ينقلني من اويلر الى ايه؟ الى الليل عشان ياخد جرادولي فرق الفاكتور اوف سيفتي بتاع 2.75 اللي في الكومبريشن لل 1.7 بتاع ايه؟ الداش. فدي عند نقطه 100 قال اي قطاع اكثر من 100 اعتبره حاجه اسمها الاست فاكتور، يحصل فاكتور الاست. كل شهر اتكلم في حاجات كتير جوه الفرق برضه اقل من 100 ممكن يكون يحصل فيه الاستيك برضه من غير حته معينه وبعد كده طيب حصل له زي ايه؟ في الجيل. دي الاستيك برضه يعني هيحصل شويه جيل والقطع يحصل له يعني الاستاذ هتوصل للجيل في نفس الوقت اللي القطع ممكن يحصل له ايه؟ وصل له برضه. انما الاستيك برضه معناه ايه؟ معناه ان القطع ده هيحصل له برضه من غير ما الاستاذ في اي نقطه في القطع توصل للجيل خلاص، ده ايه؟ المفروض فده الفحوى بتاع معدات الدول، أكثر من 100 وأقل من 100، تمام؟ حد هيسأل أحفظ المعدات دي؟ إحنا ما بنحفظوهاش، هي موجودة معانا في الدراوي، في الورقة بتاعة المعدات، لكن النصيحة إن أنت لما هتخليها في البيت من البيت المفروض منك، هيحصل إيه؟ ¿Verdad? Ahí. ¿Y la demora?
في اي مستوى هو البطن الملاذ او المحور الايه؟ العمودي على المستوى ده. تمام كده؟ لو اتعلمنا النقطه الصغيره دي هنعرف بسهوله جدا نحسب بطن الملاذ ايه ليه في اي مستوى، وبطن الملاذ نحطه ليه لو في مستوى الايه؟ العمودي عليه. تمام كده؟ في الغالب لو عندي اي تراس ميكر بالمنظر ده اتراس الميكر ده عشان يحصل له بطن ايه ليه؟ ايه ليه؟ البطن الجنس بتاعه كام؟ احنا هنفترض ان الميكر ده انجن هنا وانجن هنا وان مفيش ديفورميشن ريلاتيف لبعض في التو جوينتس حوالين بعض. لما يحصل بطن يحصل بطن كده يبقى البطن الجنس بتاعي في المستوى لكل الباس ميمبرز في السنين مش في كمان السنين هنفترض ان هو يساوي الجيومتري في التعامل. ليه؟ لان هنفترض ان ده ايه؟ وده ايه؟ لو الجوي كبيره شويه وماسكه المحور شويه بمعنى الروتيشن قاسم بطن الجنس ايه؟ بيقل سن عن كده. لكن ده مش السنين، السنين الباس ميمبرز بتاعتنا مفيش كلام ولا حاجه، الباس ميمبرز صغيره. هنعتبر ان كل الجوينتس بتاعت وبالتالي البطن الجنس بتاع الباس ميمبرز في البلاي بتاعه يساوي كل الجيومتري في الجنس بتاعه. طب لو الممبر ده كان اثنين عندي سباك باك، يعني خدت الطاح كده والممبر ده كان عباره عن اثنين عندي سباك باك بالمنظر ده، ده محور واحد وده محور اثنين والجاس طبعا هنا. طب الجاس الثاني هنا، هل البطن بيلف ان بلين اللي انا راسمه ده بيلف حوالين محور واحد ولا محور اثنين؟ ركز هنا، بطن جامد في اي مستوى هو البطن اليمين حوالين ايه؟ المحور العمودي على المستوى ده قطاع ست واحد بقى ده قطاع، وبالتالي المحور الواحد هو المحور الايه؟ العمودي على مستوى الصدورة، العمودي على الباسل بليت، وبالتالي بطن اليمين فيه لكل الممبر بتاع الراس هي البطن اليمين حوالين المحور واحد ده. تمام؟ لو مش متخيلين تخيلوا الجسم اهو، الجسم اهو، الجسم اهو الاسم ده هو محور واحد ده العمود على الجسم ولا محور اثنين هو العمود على الجسم؟ ها؟ اثنين واحد صح؟ يبقى محور واحد ده هو العمود على الجسم، وبالتالي البطن الديب بلاي بالنسبه للجسم هو البطن اللي هو محور ايه؟ واحد اللي هو المحور الضعيف بتاع ايه؟ زوجين. هو الناس حوالين واحد ولا اثنين؟ مين الاكبر؟ ها؟ حوالين مين اكبر؟ مين ايه؟ ايوه عشان ايه؟ عشان ده اي حاجه صح؟ يعني المحور واحد اللي بيمر بالسي جي فالناشا بتاعت الناشا اللي موجوده تحت الزاوية على طول، لكن الناشا بتاعت محور الاثنين دي انا مضطر اجيب الناشا
كويس عشان ايه ما تتاخرش. لو الشخص
بعض الناس بعد الهجرة لما جينا أربع شوية من حاجة كل يوم. مش فاهم الهجرة ولا لا. طيب. اللي يقدر يقول إيه؟ دي هو كل شوية. وفي الحالة دي الشباب الناس يقولون نص كده. طيب أنت عندك الأوبريشن كله والبنش كله. صح؟ إحنا بنبص هنا على الأوبريشن كله والبنش مفهوش بره. فكانوا يقول لك إيه؟ لو الأوبريشن كله السكن الريليست يعني كل النقط اللي موجوده بالنسبه لك في الكونتكشن كله ممسوكه يبقى الضغط والملف بتاعك ان جنرال هو ايه؟ النقط كل ممسوك اللي هي مسافه النقط الممسوكه اللي هي شويه كامل تمام كده؟ طيب لو الممبر بقى لو الضغط كله او الكونتكشن كله مش ممسوك في الكور ده طول الممبر ده مش ممسوك خالص كله يبقى هو ايه بقى؟ يبقى الضغط والملف كامل في الكور لو وصلنا لفكره بس يبقى الضغط اللي في الكاري كام؟ 75% من السكان كله. لكن لو دي ممسوكه ودي لا او دي ممسوكه ودي لا وهكذا المسافه بين ايه؟ النقط الممسوكه. طبعا في الضغط مش هيحصل كده ليه؟ لان انا طالما عملت بس يبقى انا حطيت مكان هنا ومكان هنا ومكان هنا. سيستم اوف بيرنس وان جنرال بيرنس مع البريسنج بيفورم سيستم واحد وبالتالي طالما البيرنس موجوده في البريسنج يبقى النقط دي كلها ممسوكه المدار كانها عند الحركه لان المدار موجود فين؟ في البريس. فالحل ده ان شاء الله مش هشوفه كتير. الا اذا كان الكونتراكشن كله بقى تحت وانت مش حاطط ايه؟ بريس بتاعك. تمام؟ البداية لو النقطة دي مش ممسوكة وده تنشن ممبر وده تنشن ممبر يعني في ثلاثة تنشن ممبر هنا. ثلاثة تنشن ممبر في أي جوينت يبقى الجوينت دي ممسوكه والجوينت دي بسبب المواقع مش ممسوكه يعني الضغط الملف كام؟ 1.2 لو الجوينت دي ممسوكه يبقى الضغط الملف كام؟ 1 تاني الكور ممسوك في الاتجاه العمل ممسوك يعني النقطه دي ما ينفعش تتحرك عن طريق السبوره النقطه دي ما ينفعش تتحرك عن طريق السبوره النقطه دي ما ينفعش تتحرك عن طريق السبوره دكتور هو انا مش لما اكون حاجه فيكسد اكتر مش لما اكون حاجه فيكسد اكتر يعني مثلا بقلل الباكلينج وانا ليه ضربت 1.1 في هنا في ال 1.2 دي عشان دي مش منسوخ دي منسوخه ودي مش منسوخه فلما ما بقاش مش منسوخه يبقى فريق الباكلينج لو عندي بقى هل انت متخيل ان في وسط الكور كده هحط صباعك على حاجه تلبس النقطه دي؟ يبقى النقطه دي ايه؟ مش مرسومه. بالمنطق اللي انا بقوله لك المفروض تبقى الباب يلف هو كله صح؟ مظبوط؟ لان في ايه تاني هنا؟ في الباب التاني بيعمل ايه بقى؟ يفتح شويه الحركه بتاعت الباب صح؟ فالكور ده ايه؟ بدل ما تاخد الكور ده كله لا شوف 0.75 عشان في الكروس ده بيقلل الضغط الناس شويه غير لو انا كنت شلت ده خالص كان بقى زي ده الضغط الناس هيبقى كام؟ يكون كله شايف الفرق؟ تمام؟ فين؟ ها؟ ده؟ دي؟ اه اللي هو بعده؟ اه لا احلى ليه؟ انا بقول لك لو اللي فوق ده مبسوط هنا وهنا 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 مش النقطة المقصودة والنقطة المقصودة هنا؟ لا 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 بس ده قوة المنبر ده حاجة كبيرة حاجة واحدة قوة المنبر لكن ده منبر واحد ولا منبر واحد؟ انت بتعتمد ان هو اربعة ليه؟ اربعة منبر واحد لان في الاخر افرض انا شلت ده يبقى موسيقى بلاش موسيقى خالص فاحنا هنشوف مع بعض في الاكزامبلز هنعمل ايه؟ Thank you.
اوت اوف بلاي. مش المفروض بقى يبقى الثاني اكبر من الاول؟ بس ده ايه اللي هو ده؟ ده هو سبب فرق الاستهلاك على الراس 30 جنيه او 40 جنيه، مش كل سبب فرق جنيه. كل سبب فرق 30 او 40 جنيه بتوع الراس ده رقم نسبي قوي مش صغير يعني. في بقى كلام تاني كتير مش عايزين نخش فيها قوي، لكن الكروس سكشن اللي احنا بنتعامل معاه في الفاشن ميكر سبع اجزاء ممكن يبقى فيه يعني الباك باكنج والكروس سكشن ممكن يبقى عامل ايه؟ ممكن يكون يعني المنظر ده اسهل لك والمنظر ده هيبقى على عنصر ناجح. بنستخدم كتير قوي الاوبن سكشن. ايه فايده الاوبن سكشن بقى؟ انا عملت ايه في الاوبن سكشن بقى؟ زقين من شمال لمين؟ بعيد عن بعض، فلما زقهم بعيد عن بعض الحجز ده اللي ماشي بتاع المصدر يزيد قوي. يبقى انا لو مزنوق حوالين عكس معين استخدم اوبن سيشن واعمل ايه؟ ابعد الميكرو شويه عن بعض. كل ما ابعد الميكرو الريليشن تزيد صح؟ لو الريليشن تزيد الريليشن يزيد يبقى العلاقه العربيه بتاعته ايه؟ تقل يبقى العلاقه الاساسيه بتاعته ايه؟ يزيد نفس القطاع الشمال ما غيرش حاجه. هو نفس الشمال او نفس القطاع بالظبط اللي بعده. لازم هنحل شويه هنحل شويه ايه؟ هنبتدي العمليه فوكسنج. الاسلام ده بس مش حد ثاني في الكاتش اند ميمبر لما اي جيومتري على الارض ما يزيدش عن كام؟ عن كده 300 في الكومبريشن عشان في باكينج. ففي عمليه كبيره اللي بحث النهارده عمليه كبيره النهارده عمليه كبيره كبيره حلوه لما تلاقي ما يزيدش عن كام؟ عن 180 ستريت الاكتر ده لا ده لو ايه في البيس كاملرز وصلها لغايه ايه؟ مالناش دعوه بايه الجدول ده؟
ايه المسلسل عشان تيجي تخش مثال نوضح الدنيا شويه قبل الايه؟ اللافت كتير. اول خطوه كالعاده لازم اجيب مثال واتاكد هو رئيس ولا مش رئيس. اطلع على الشغلانه اللي ينفع عليها على اسطنبول والغرب. احدد الاي دي بابليان والار دي بابليان دي خطوه مهمه جدا. من غيرها هصور. يبقى لازم اعرف احدد بابليان دي ايه؟ بابليان ايه؟ ار دي. Thank you.
شغل وبنت في نفس الوقت. وصل. ممكن يعني. مش ممكن في بعض الحالات يقول لك لسه زمان ما بيعملش، وفي يوم لسه مفرد عليه البشر. اعمل ايه يعني في حياتك؟ من الاخر كده لازم اصممه مره بريشر، واصممه ايه؟ مره بريشر. ابتدي بمين واعمل تشيك على مين؟ لكن احنا نجيب نوت صغير كده ان لو الكونفشن ممبر اكبر من نص التنشن ممبر او الكونفشن فورس يعني اكبر من نص التنشن فورس تبتدي الكونفشن. اما لو الكونفشن فورس اقل من نص التنشن فورس تبتدي مين؟ بالتنشن. بس بقى سواء في ليه التنشن سواء في ليه الكونفشن لازم احقق السلاب والاسيشن بتاعي مين؟ بتاع مين؟ يعني مثلا في ليه التنشن في الغالب ان انا ممكن اقول لك وانا يا ماما هي كده وين فاهمه عندي بيبقى
قصدي ايه؟
في ال ار 2 هي سته ميجا، يعني في ال ار 2 تبقى 3 ميجا على سته، والكي بي 1 3 ميجا تبقى 3. بس انا خصصت الكي ال على طول في ال وخلصت. لا 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 لو يعني النص بريشر هبدا بريشر، لكن انا مش فاهم حاجه، عايزين تجيب بريشر تجيب بريشر في الاخر هوصل نفس الدقيقه، هنلف ودور وفي الاخر هوصل نفس الدقيقه، لازم احقق سيفتي هنا واحقق سيفتي ايه؟ هنا، انا هعمل لك بريشر عشان اقول لكم ان الحاجه اللي بتطلع في الرقم ده غلط، يعني الفورس بتاعها 20 بار هقسم على الاونس بس ما اعرفش كام لسه، هضرب في هوم ودور، ليه هوم ودور ايه؟ طب ويجي كام؟
سي جي يعني كان السي جي 21.3 يبقى 2 و13 و100 سم. يبقى انا عايز اخد 6 حوالين المحور الرابع اللي ناشئ عن المحور الرابع. حد ياخد 6 هي اللي ناشئه اللغه اللي هي 58.9 زائد مساحه الزاويه اللي هي 11.5 مضروبه في 2.13 زائد نص سم لان الجزء كام؟ 10 مللي. نص سم نص سم عشان انا بحسب ان الاكس في النص يبقى ده هيبقى 2.13 زائد نص الكل تقريبا. كل الكلام ده في 2 ليه في 2؟ مش عايزين نزود 2 صح؟ تطلع كام من الناس دي؟ دكتور عايز هو الاي دي هات سنتر لاين بتاع الجزء الجريت ولا لا؟ الاي دي يبقى انا الوش بس التيك وانا الجزء التيك. بص هنا الاي دي الوش سبعه وانا هقص الجزء التيك. احنا اخترقنا الجزء التيك 10 مللي عشان كده زودت على الاي دي نص سم الجزء التيك اللي هو نص سم عشان اوصل لغايه النص. 222 كم؟ 222 222 بعد الوقت التاني. الرقم الأول بقى الرقم الأول هيساوي 600 على 3.6
بعد الرقم كله كل فيه طن على سنتيمتر مربع في الاخر هيحصل يساوي 20 طن على الاريا في 13.5 I'm going to go to the next slide.
Thank you.